تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية. أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن تسليم مفاتيح مشروع حي الإنعامات رياض عسكر بمدينة خليفة الواقعة في المحافظة الجنوبية. قال وزير الإسكان إن مشروع مدينة خليفة يعد أحد المشاريع الرئيسة والمدرجة ضمن برنامج الوزارة تنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى ببناء 40,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة الحالي. أضاف أن مدينة خليفة تعتبر من المدن النموذجية، تتميز بوجود شواطئ ومساحات مخصصة للحدائق العامة، ومشيرا إلى أنه تم تصميم المدينة لتكون موصولة بعدد من المداخل الرئيسة لاستيعاب الحركة المرورية لقاطني المنطقة وزوارها، مع مراعاة توفير مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير محطات كهرباء رئيسة وفرعية ومحطة مياه وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، فضلا عن وجود الخدمات والمرافق العامة. لله الحمد، الوزارة لا تزال تعمل بكافة طاقتها لاستكمال توزيع 5000 وحدة سكنية اللي أمر بها سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد. والآن وصلنا بالنسبة للبرنامج للأسبوع السادس، وإن شاء الله راح هذه الجهود تتواصل، ونأمل إن شاء الله أن يتم استكمال توزيع 5000 وحدة سكنية قبل شهر رمضان المبارك. نحمد الله سبحانه وتعالى أن احنا في يعني بلد مملكة البحرين التي يعني تولي اهتماما بالمواطن وتجعله في أولى أو يعني أولى احتياجاته، فهذا يعني فرح لا توصف. ونحمد الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم يعني نشكر القيادة الرشيدة اللي هي قيادة مملكة البحرين. الإجراءات كانت بسرعة خلصت، الأسبوع اللي راح هم اللي اتصلوا فينا عشان تحديث البيانات، وتفاجأت إن ثاني يوم متصل تليفون إنه طلع، قالوا لي إنه مبروك وطلع لك بيت. الحمد لله وايد مستانس، والله يتمم علينا على خير إن شاء الله. اللهم لك الحمد والشكر، حكومتنا الرشيدة ما قصرت صراحة بتوفير لنا مساكن طيبة للمواطنين، وهذه أهم شيء عندنا. أما بخصوص الإجراءات والله كانت سريعة، يعني خلال 10 أيام كلموني قالوا لي تعال حياك حدث بياناتك، قلت إن شاء الله عقبها بيومين يبتم الأوراق المطلوبة، وعلى طول أسبوع يعني عقب 4 أيام كلموني قال حياك عندك السحب.